أستاذ عبد الناصر الناجي، رئيس مؤسسة أماكن لجودة التعليم، مرحبا بك في موقع اليوم 24. سوف نتحدث معك اليوم عن رأيك في الرأي الذي أصدره مجلس المنافسة حول المنافسة في سوق الكتاب المدرسي. يعني ملاحظات أولية حول هذا الرأي أو التقرير، وهو أن هناك احتكار لعدد محدود أو 4 أو 5 ديال دور النشر للكتاب المدرسي. ما تعليقك؟ هو احتكار دور النشر ولا بعض دور النشر 4 أو 5 لنسبة مهمة من سوق الكتاب المدرسي، أعتقد أنه شيء عادي، لأن نلاحظ أنه في مجموعة من القطاعات تجد مجموعة من المقاولات تحتكر السوق المرتبطة بذلك القطاع لأسباب موضوعية أحيانا، لأن هذه المقاولات هي المقاولات المؤهلة أكثر من غيرها لكي تشتغل في هذا المجال، أو لأنها مقاولات تتفق فيما بعضها فيما بينها لكي تحتكر هذا السوق. لا أريد أن أذكر أمثلة، ولكن معروفة لأن مجموعة من القطاعات يعني تقدم على هذا الفعل ويتم الاحتكار. طبعا هذا الاحتكار هو غير إيجابي بالنسبة للقطاع وبالنسبة لسوق الكتاب المدرسي، لأنه من شأنه أن لا يساعد على تحسين جودة الكتاب المدرسي. عندما تكون منافسة، وهذا معروف في أدبيات المنافسة، منافسة هي التي تمكن من المقاولات التي تدخل في منافسة من أن تحسن أداءها وأن تترجم ذلك على أرض الواقع من خلال إنتاج بضاعة بين قوسين جيدة، وفي نفس الوقت ممكن أن تساعد أيضا على تخفيض كلفة الإنتاج وبالتالي تخفيض ثمن بيع هذه المنتجات، وهو ما لا ينعكس على الكتاب المدرسي نظريا للخصوصية أساسية، وهو أن الكتاب المدرسي من المواد التي يتم تحديد أسعارها. نعم، وهذه ملاحظة، لأنه التقرير أو الرأي يقول بأنه من 2022 يعني كان تقريبا 380 من 2002 380 عنوان لم يصدر قرار يعني وزاري لتحديد السعر. يعني لماذا هذه المسألة هذه النقاط؟ هو لماذا؟ أعتقد أن الإجابة في كلفة الحياة أو كلفة العيش بالنسبة للأسر المغربية، خاصة وأن الذين يرتادون المدرسة العمومية هم فئة متوسطة أم فئة فقيرة، وهذه الفئة لا تستطيع كل سنة أن تتحمل كلفة الكتاب المدرسي عندما يرتفع ثمنه. بالتالي كانت كل سنة هم دور النشر كانوا دائما يطالبون بالرفع من ثمن الكتاب المدرسي، ثمن بيع الكتاب المدرسي، وآخر مطالبة وكانت مطالبة قوية السنة الماضية، لذلك حصلوا على دعم من الوزارة، بدل أن تسمح لهم بالرفع من ثمن بيع الكتاب المدرسي وافقت على دعم الكتاب المدرسي، وبالتالي أصبح من المواد المدعومة من طرف الدولة، وهو من الأمور التي لا تساعد أيضا على نجاح المنافسة داخل هذا السوق الكتاب المدرسي. هناك أيضا مجموعة ملاحظات أخرى وردت في رأي مجلس المنافسة، أعتقد أن أهم ملاحظة تتعلق بنموذج الكتاب المدرسي الذي ينبغي أن يتم تبنيه من طرف الوزارة. انطلاقا من تجارب دولية، قام مجلس المنافسة بمقارنة بين مجموعة من الدول، وخا هي مقارنة ما بين دول قليلة، فرنسا، كوريا الجنوبية، بلجيكا. من هذه المقارنة تبين بأن الدولة عموما ينبغي أن تبقى وصية على الكتاب المدرسي، لأن الكتاب المدرسي يعكس المنهاج الدراسي، والمنهاج الدراسي ينتمي إلى القطاعات أو المجالات التي ينبغي أن تكون سيادية، وأن الدولة هي التي تتحكم في هذه المجالات. الكتاب المدرسي إذا
عادت الدولة لكي تسيطر عليه أو تتحكم فيه وهي متحكمة فيه الآن ولكن بشكل نسبي، لأنها لا تراقب بالشكل الملائم جميع الكتب المدرسية التي تصدر، حتى الكتب المدرسية المصادقة عليها من طرف وزارة التربية الوطنية يمكن أن تتسرب إليها مجموعة من الأخطاء، تتسرب منها مجموعة من النواقص التي لا تنتبه إليها وزارة التربية الوطنية، ثم يتم نشر هذه الكتب وبيع هذه الكتب ويتم تداولها في سوق التربية إن صح القول داخل المؤسسات التعليمية. إذن إذا عادت الدولة إلى التحكم في السوق، ليس في السوق ولكن التحكم في الكتاب المدرسي، إنتاج الكتاب المدرسي، تصبح هي الناشر وليس دور النشر. هذه من التوصيات المهمة التي جاءت في رأي مجلس المنافسة، رغم أنه في توصية أخرى يوصي بتحرير الكتاب المدرسي وبتشجيع الإبداع والابتكار، ولكن هذا يبقى من ناحية التفعيل. أعتقد أنه يمكن تفعيل هذه التوصية بطريقة يصبح تحرير المنافسة على مستوى الطبع وعلى مستوى النشر، النشر بمعنى توزيع الكتاب المدرسي وليس على مستوى إعداد الكتاب المدرسي. إذا الكتاب المدرسي يمكن أن يكون هناك مؤلفين من طرف وزارة التربية الوطنية يتم تعويضهم بطريقة من الطرق، ويتم تأليف كتاب مدرسي موحد داخل وزارة التربية الوطنية ثم يتم طبعه من طرف النشر. توحيد الكتاب المدرسي، ولكن هناك أيضا الكتاب الموازي أو الكتاب المكيف، يعني كما تحدثت عنه هذا الرأي، وأسعاره يعني تضاعف، يعني سعر الكتاب المدرسي 10 مرات، ولا يخضع يعني لأي عملية ضبط. فكيف تنظر إلى هذا الكتاب اللي هو الموازي اللي هو جودته عالية ورأيك يقولها، وكتستعمله أساسا المدارس الخصوصية؟ الكتاب الموازي جودته عالية لأنه ينضبط لمعايير المنافسة، وهناك حرية في تحديد سعره، يمكن أن تحدد دور النشر السعر الذي يضمن له الربح، وبالتالي فهو نجد سعره طبعا مضاعف لسعر الكتاب المدرسي الذي هو محدد من طرف الدولة ولا يمكن تجاوز هذا السعر. ولكن النقطة السلبية بالنسبة لهذا الموضوع وهو أن الدولة والوزارة بالخصوص لا تراقب هذا الكتاب المدرسي من حيث المضمون، من حيث المضمون خصوص من حيث المضمون، لأن إذا كان هذا الكتاب المدرسي يلقى استجابة من طرف الآباء ويتم شراؤه من طرف الأسر إلى غير ذلك، وتتحكم فيه القدرة الشرائية للأسر، وكل من استطاع أن يشتري هذا الكتاب يمكن أن يشتريه، ولكن من جهة أخرى لضمان وحدة المنهاج ولضمان وحدة التوجهات التي تحددها الدولة في مجال الكتب المدرسية، ينبغي أن تخضع هذه الكتب إما لضوابط مسبقة، يعني دفتر تحملات يتم تحديده مسبقا بالنسبة لهذه الكتب المدرسية مع إعطاء الحرية للناشر ليبيع بالثمن الذي يريد، أو يتم مراقبته بعديا، يعني بعد أن ينشر هذا الكتاب تترك الحرية لاقتناء الكتاب، ولكن يتم ضبط مراقبة هذا الكتاب هل يخضع للضوابط المحددة من طرف وزارة التربية الوطنية، وإذا كان لا يخضع لهذه الضوابط ممكن سحبه من السوق ولا تقتنيه الأسر، خاصة إذا كانت كتب مستوردة من الخارج. أيضا صناعة الكتاب المدرسي لم تتطور منذ 20 سنة، بين 40-60% ديال الكتاب المدرسي يطبع خارج المغرب. هذا راجع للنموذج الاقتصادي، كما قال رأي المجلس المنافسة، النموذج الاقتصادي الذي تم تبنيه بالنسبة للكتاب المدرسي، وهو نموذج يستند إلى منطق تحديد سعر الكتاب المدرسي، يعني إدخال الكتاب المدرسي ضمن المواد التي يتم تحديد سعرها من طرف الدولة. وعندما تحدد السعر بغض النظر عن كلفة الإنتاج، فطبعا الناشر الذي هو المعني بالإنتاج يريد أن يضمن ربحا ولو معقولا لهذا الكتاب المدرسي الذي ينشره، وبالتالي يلتجئ إلى المقاولات التي يمكنها أن تطبع بسعر أقل،
وهذا ما يفسر التجاء أغلب الناشرين إلى الطبع في الخارج، ما في إسبانيا أو في دول أخرى، لأن كلفة الإنتاج تكون أقل. لو أن الكتاب المدرسي كان محرر، وأنا لا أدعو لتحرير الكتاب المدرسي، ولكن أقول لو أنه كان محررا وأن سعره يمكن أن يحدد وفقا لتكلفة الإنتاج، كان ممكن أن نطور هذه الصناعة داخل المغرب، وتكون دور النشر قد تأهلت بشكل أفضل، لأن رقم معاملات كما جاء أيضا في رأي مجلس المنافسة يصل إلى 400 مليون درهم، وهو نصف رقم المعاملات لهذه، هذا يعني الحجم كبير من هذه الكتب، دون أن نذكر مسألة مهمة أشار إليها رأي مجلس المنافسة، وهو الهدر الكبير للكتب المدرسية التي تطبع أكثر من الحاجات التي يتم استيعابها من طرف السوق. وعندما تتغير الكتب المدرسية وكثرة التغيير تتغير بشكل متكرر، فهذا طبعا لا يساعد دور النشر على لا على الإنتاج الجيد، ولا على الاستجابة بشكل المطلوب لطلبات وزارة التربية الوطنية فيما يتعلق بالكتاب المدرسي. وهذا طبعا يطرح مسألة العلاقة ما بين الإدارة ودور النشر. طبعا هذه العلاقة ما بين الإدارة ودور النشر ينبغي إعادة النظر فيها لكي تعطى حرية أكبر لدور النشر وفق طبعا معايير محددة مسبقا، وفق دفتر للضوابط يتم تحديده مسبقا، ولكن من جهة أخرى يجب أن تلتزم الإدارة أيضا بإعطاء وقت كافي لدور النشر لكي تستجيب لطلبات الوزارة. لا يمكن أن ننتج كتاب مدرسيا في 6 أشهر، ينبغي أن تكون على الأقل 2 سنين تعطى لدور النشر لكي يتم الإنتاج هذه الكتب المدرسية بشكل يستجيب لمعايير الجودة. أستاذ عبد الناصر الناجي، رئيس مؤسسة أماكن لجودة التعليم، شكرا جزيلا لك. شكرا.